بينما عيون الملايين من العراقيين والخليجيين الآن على الشاشات مثمرة لمشاهدة المباراة النهائية لكأس الخليج 25 بين العراق وسلطنة عمان، أحزنتهم حادثة التدافع اليوم على بوابات المدينة الرياضية في البصرة، والتي أدت إلى مقتل شخص وجرح 60 آخرين. فمنذ مساء أمس اتجه عشرات الآلاف من العراقيين إلى البصرة لحضور المباراة النهائية. الجماهير وهي تتجه إلى الملعب بدت وكأنها بحر من البشر. لما لا؟ والمنتخب العراقي قد وصل إلى النهائي وهم متعطشون لرؤيته ومؤازرته، وقد خطف الحدث الرياضي الأضواء من كل الأحداث والظروف الأخرى في البلاد. لكن للأسف أمواج المشجعين تلك أدت إلى الحادثة المؤسفة والتدافع. انتشرت فيديوهات كثيرة لذلك التدافع، دعونا نظهر لكم ما جرى. محافظ البصرة أسعد العيداني قال إن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قد أخبرهم أنه إذا استمر التدافع بالشكل الذي كان عليه قد تلغى المباراة. وخوفا على أرواح المواطنين، الآن احنا جايين نتفاوض مع اتحاد كأس الخليج أنه شلون نبدأ عملية التفويج لأنه حماية المواطنين أكثر منها، لأنه أبلغنا الآن أبلغونا كأس الخليج إذا بقى الحال على ما هو عليه الآن اللي موجود ممكن أنه تلغى اليوم المباراة النهائية وممكن نقلها إلى دولة محايدة. وبعد امتلاء ملعب البصرة الدولي بالمشجعين أغلقت السلطات بواباته ومداخله ومخارجه وطلبت منهم الابتعاد عن البوابات ومشاهدة المباراة في ملعب الميناء المجاور وعشرات الشاشات الأخرى بالساحات العامة في البصرة. وقد ذهب رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني إلى مدينة البصرة واجتمع مع عدد من الوزراء ومحافظ البصرة للوقوف على مجريات ما حدث وعلى التحضيرات الخاصة بنهائي الكأس. لكن مشاهدينا، كيف بدأ المشهد على وسائل التواصل؟ جاءت تعليقات العراقيين على الحادثة هكذا، مثلا شفاء هادي: الوطنية أن تحترم سعة جذع النخلة، الوطنية أن يكون التنظيم عالي وإجراءات الدخول تكون سلسة، الوطنية أن نحتفي بمنتخبنا وبالبطولة مع أحبابنا أمام الشاشات الكبرى وفي بيوتنا إذا كنا لا نملك تذكرة حضور، الوطنية أن نحترم جمهور عمان القادم من مسافة بعيدة ولا نتعدى على مقاعده. أما هنا كيان الجبوري: هذا اللي صار ما له علاقة بحب الوطن ولا إلى علاقة بدعم المنتخب، هاي إساءة للعراق أكثر مما هو تشجيع. بالأخير هي لعبة كرة قدم ما تسوى أحد يروح بها على مودها. طبعا الله يرحم الجميع كما يقول كيان أم ديار: كان المفروض منع دخول أي عدد أكثر من اللازم للمحافظة، ويقع على عاتق الوزارات الأمنية هذا الموضوع. المشكلة العالم متعودة على هاي الزيارات الدينية والملايين اللي تدخل وعبالهم نفس الشيء حقهم، صار لهم 20 سنة بس لطم ومشي، وهاي هي كل خبرتهم عن التجمعات. الاتحاد العراقي لكرة القدم بدد التخوف من إلغاء المباراة النهائية وأكد أنها ستقام في موعدها المحدد. يؤكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أن المباراة النهائية قائمة في موعدها المحدد في الساعة 7 مساء، وستكون مسك الختام للبطولة التي نالت الثناء من قبل الجميع. الاتحاد العماني لكرة القدم من جهته أعلن عن إعادة الجمهور العماني الموجود في مطار البصرة إلى عمان، وجاء في بيانه: بعد التشاور مع الجهات المختصة في سلطنة عمان وحفاظا على سلامة الجماهير العمانية ودعما للأشقاء في جمهورية العراق لإنجاح اللقاء الختامي، فقد تقرر عودة الجمهور الموجود في مطار البصرة الدولي إلى سلطنة عمان.
شكرا لمشاهدتك ترندنج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.